قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما المشركين. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. يا رب اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي عامنا هذا من عتقائك من النار ومن المقبولين، واجعل هذا الشهر الكريم شهر يمن ورقاء على أمة سيدنا محمد، وبارك لنا فيه واقبل فيه أعمالنا وتجاوز عن سيئاتنا. وأشهد أن لا إله إلا الله يفسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويفسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، واذا رجع العبد العاصي الى الله قطع نور بين السماء والارض، ونادى مناد من قبل الله تعالى وقال ايتها الخلائق هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله رب العالمين. يا رب انا خاطئ، انا مذنب، انا عاصي، هو راحم، هو غافر، هو كافي. قابلتهن ثلاثة بثلاثة ولا تغلبا اوصافه اوصافي، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله يبشر الصائمين فيقول للصائم فرحتان، اذا افطر فرح بفطره واذا لقي ربه فرح بصومه. سيدي سيدي ابا القاسم يا رسول الله، صلت عليك ملائك الرحمن وسار الضياء بسائر الاكوان، لما طلعت على الوجود مزودا بحمى الاله وراية القرآن. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، مع الدرس 138 انتقل بحضراتكم من عالم الدنيا الى عالم الاخرة، الى ساحة الحساب، الى يوم القيامة، الى ساحة العرض على المليك المقتدر. قام الناس الان من القبور ولا اجد تعبيرا لقيامي
عليهم من القبور اصدق من قول مولانا جل في علاه: يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تظهر كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الناس الان في طريقهم الى ساحة الحساب، ولا اجد تصويرا اقرع من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصور لنا بعدسته المحمدية المشخصة حال الناس يوم الحساب. يقول: يلقى الولد والده فيقول: يا أبتي لقد كنت بك برا واليك محسنا وعليك مشفقا، وانا اليوم في حاجة الى حسنة يعود علي خيرها، أأجد معك حسنة؟ فيقول له والده: يا بني ليتني استطيع ذلك، انني اشكو مما منه تشكو، انني اشكو مما منه تشكو. ثم يواصل النبي صلى الله عليه وسلم تصويره للعرض فيقول: وتلقى الام ولدها فتقول: يا بني لقد كان بطني لك وعاء وكان جدي لك شقاء وكان حجري لك وطاء، أأجد معك حسنة يعود علي خيرها اليوم؟ فماذا يقول ولدها؟ ماذا يقول لأمه؟ ماذا يقول لها وهي تعرض عليه ما عالته معه في دنياه؟ كان بطني لك وعاء، كان ثدي لك سقاء، كان حجري لك وطاء، انا في حاجة الى حسنة يعود علي خيرها اليوم. فيقول: لا يا الله، ليتني استطيع ذلك، انني اشكو مما منه تشكين. يا الله يا الله يا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنني لا أجد تصويرا أطرح ولا أفضل ولا أقوى ولا أعظم لهذا المشهد من قول الله جل جلاله: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه
لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يغنيه يا معاشر السادة. وعندئذ يتجلى العلي الكريم برحمته. برحمته يأتي رجلان يوم القيامة احدهما توزن اعماله ويبقى على دخوله الجنة حسنة واحدة، والاخر يأتي وليس معه الا حسنة واحدة، فيقول له صاحب الحسنة الواحدة: لقد ضمنت دخول النار، فخذ انت حسنتي وادخل بها الجنة. فيقول مولانا تبارك وتعالى: من الذي اعطاك هذه الحسنة؟ فيقول: عبدك فلان يا ربي. فيقول الله لمن اعطاه الحسنة: كيف تجود على الجواب الكريم؟ خذ صاحبك وادخل به الجنة. معاشر السادة، ان زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت. قالت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أيعرف بعضنا بعضا يوم القيامة؟ قال لها الحبيب المصطفى: إلا في ثلاثة مواطن يا عائشة، لا يعرف أحد من آخر. ثلاثة مواطن يا عائشة، لا يعرف حميم حميمة. الموطن الاول عندما تنشر الصحف على العباد، عندما تنشر الصحف الكتب صحف الاعمال شهادات النجاح والرسوب، عندما توزع شهادات النجاح والرسوب لا يعرف احد الاخر، لا يعرف احد احدا. فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه. واما من اوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم اوت كتابي. الاول يقول: اني ظننت اني ملاق حسابي. الثاني يقول: ولم ادر ما حسابي. الاول يقول فهو في عيشة راضية، الثاني يقول: يا ليتها كانت القاضية. الاول في جنة عالية خطوفها دانية، ويقول له الرحمن: كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية. الثاني يقول: هلك عني سلطانية، وينادي عليه الجبار جل جلاله: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه. صلوه ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوه. انه كان لا يؤمن بالله العظيم، ولا يحض على طعام المسكين. هذا هو الموطن الاول، عندما تنشر الصحف على رؤوس العباد لا يعرف احد اخاه ولا امه ولا اباه، لا يعرف احد احدا. الموضع الثاني عندما
تنصب الموازين عند الميزان. عند الميزان اذا قلت يا رب لماذا لم ترسل الي انذارا بحضور الجلسة، سيقول لك لقد كنت تقرأ الانذار في سورة الفاتحة 17 مرة. الم تقرأ مالك يوم الدين؟ هذا هو يوم الدين وانا مالكه. مالك. وفي قراءة اخرى ملك يوم الدين. مالك وملك. المالك قد يملك ولا يحكم، والملك قد يحكم ولا يملك. ولكي يجمع ربك بين الحكم والملك قال مالك وقال ملك، فهو الملك وهو المالك. هو المالك الملك. هو المالك الملك. هو الذي سيقول لمن الملك اليوم. لمن الملك اليوم؟ اين جبابرة الارض؟ اين جبابرة الارض؟ اين جبابرة الارض؟ اين طاغية الطاغار؟ اين جنكيز خان؟ واين هولاك؟ واين جبار فرنسا نابليون؟ واين جبار ايطاليا موسوليني؟ واين جبار الالمان هتلر؟ اين جبابرة الروس؟ اين لينين؟ واين ستالين؟ واين جبابرة مصر؟ اين جبابرة السجن الحربي؟ اين هم الان؟ اين الذين ذهبوا ليقبضوا على احد المسلمين في احدى قرى دمياط؟ دخلوا على احد المسلمين ليقبضوا عليه في احدى قرى دمياط، فوجدوه امامه 5 اطفال صغار، فقال المقبوض عليه للقابض انتظرني حتى اعد لهم طعام العشاء. قال له الضابط فاين امهم؟ قال ها هي امامك مصابة بالصرع، واخشى ان اتركهم لها فتخنقهم وتميتهم. ولكن جبابرة مصر لا يرحمون طفلا ولا امرأة مصابة، وقبضوا عليه. قبضوا عليه وترك 5 اطفال مع ام صريحة مصابة بالصرع، وذهب الى سجن البستيل، الى سجن مصر، الى السجن الحربي. ذهب ليعلق من قدميه كما تعلق الذبيحة عند الجبار، كما تعلق الذبائح، ليعلق بأمر من جبار مصر، ليعلق من قدميه ويوضع رأسه إلى أسفل، ويضغط الدم إلى رأسه حتى يكاد يخرج من عينيه، ويداه لا تمتدان الى الارض،
هو لا يريد ان يموت لربي اولاده، ولكن في مصر قلوبا لا يجوز ان اصفها بالحجر حتى لا اظلم الحجر، ولا يجوز ان اصفها بالحديد حتى لا اكون قاسيا على الحديد. انها قلوب لا يسيغها، لا اريد ان اقول نار جهنم، انما اريد ان اقول قسم مخصوص في نار جهنم يسمع لها هي خصيصة. وقضى ذلك المظلوم 6 سنوات بدون ذنب جنى، وخرج من السجن محطما فوجد زوجته قد ماتت، ووجد 3 من أطفاله قد ماتوا قبل أن يخرج، ماتوا ليشكوا لربهم ظلم العباد في ساحة العرض على الله. من المسؤول عن هذه الألوف التي ما تصرف يفع عظامها في أحضان جبل مقصم؟ المسؤول الأول هو جبار مصر الأول. إن عمر كان يقول: لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ بغلة، لو عثرت بغلة في العراق، بغلة في العراق وبين العراق والمدينة في آلاف الأميال، لسألني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ فما ذلك بقوم كانوا يطفئون أعقاب السجائر في ظهور المظلومين، ويسلطون الطيارات الكهربائية إلى أجسام الأحياء، ويقلمون الأظافر بالآلات الحديدية، ويملؤون الزنزانات بالماء البارد حتى تغطي جسم المظلوم إلى رأسه، ويقضي الليالي الباردة في شهر طوبة. وهناك طريقة تعذيب تسمى الموت الصامت، يؤتى بالمظلوم ويعطش حتى يشتد به العطش، ثم يشرب ماء كثيرا، ثم يؤتى بقطعة من البلطر وتوضع على سطحة القبل التي يتبول منها، ويشد ذراعاه الى صخره، ثم يخبث البول فيه ويريد ان يتبول، ولكن فتحة البول مسدودة، فيظل البول فيه حتى يتسمم ويموت مسموما. من المسؤول عن هؤلاء؟ وبعد ذلك كنا ننتظر النصر، وكيف يكون هناك نصر وبيننا صلاح نصر؟ كيف يكون هناك نصر وبيننا جبار مصر الأول الذي قطع الأرحام وشتت العباد ودوخ الناس؟ إنه يوم ينصب الميزان سيكون هناك مع جبابرة مصر موقف مع الواحد الديان. يومها سيكون الحق لأسرع الحاسدين. اذا قلت يا رب من الذي بلغني الانذار
فيقول لك لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اذا قلت يا رب انظرني حتى احضر الشهود سيقول لك يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. إذا قلت يا رب أنظرني حتى أحضر الدفاع سيقول لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذا قلت يا رب سأستأنف الحكم قال لك ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد ما انا بصاحب ظلم ما انا بمتصف بالظلم. اين جبابرة الارض فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتيا ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بهم صليا. اما المرسل الثالث الذي لا يعرف فيه احد احدا فساعة المرور على الصراط عندما نأخذ صحائف الاعمال وعندما نعبر منطقة الميزان نأخذ طريقنا الى دار الجزاء وعندها لا يعرف احد احدا قال تبارك اسمه وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا. واردها اي مر عليها يمر عليها. ثم ماذا؟ ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. الظالمين ولعلكم تلمحون ان الله قال ونظر الظالمين لان الظلم يشمل الكفر وغير الكفر. الظلم ظلمات يوم القيامة. الكفر اخص من الظلم والظلم اعم من الكفر. فكأي من قرية اهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وكأي من قرية امليت لها وهي ظالمة وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا واذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمين قال رب نجني من القوم الظالمين قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين ونجني من فرعون وقومه ونجني من القوم الظالمين. ايها الاخوة الاعزاء فهل لنا من شفاعة في ساحة الحساب بعدما التقي بحضراتكم بعد جلسة الاستراحة سنلتقي بشفاعة اسأل الله ان يكرمنا بها هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت
اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معاشر السادة الاعزاء، يقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه يشفع للعبد يوم القيامة القرآن والصيام. القرآن والصيام. يقول القرآن: يا ربي منعته النوم ليلا فشفعني فيه. ويقول الصيام: يا رب وانا منعته الطعام والشهوة نهارا فشفعني فيه فيشفعان. القرآن والصيام. القرآن منعه النوم ليلا، الصيام منعه الطعام والشهوة نهارا، نهاره صيام وليله قرآن وقيام. وهذا هو الأدب مع رمضان. فهل علم المشركون على أجهزة الإعلام معنى هذا الحديث؟ هل الأفلام تشفع يوم القيامة؟ هل الرقص يشفع يوم القيامة؟ هل ما نحن فيه من انحرافات خلقية تنفع يوم القيامة؟ والله إن جبين الحياء ينزى خجلا ويتقاطر عرقا عندما تنشر إحدى الصحف أنه تم إلقاء قبض على شقة تمارس الطعارة فيها 25. ما نوعه؟ 15 امرأة و9 رجال يستعملون استعمال النساء. 15 امرأة و9 رجال وقوات 25. دخل الواحد 100 جنيه في الشهر، وانما دخل الرجال مع النساء ارضاء لمزاج السواح. ذكرني هذا بسؤال ام المؤمنين عائشة للنبي المصطفى، وهي تقول له: يا رسول الله انهلك وفينا الصالحون، انهلك وفينا الصالحون. قال: نعم إذا ظهر الخبث. ومعنى إذا ظهر الخبث أي إذا ظهر الزنا. إذا ظهر الزنا ظهر الهلاك والفقر،
ولذا قال سيد الخلق وحبيب الحق: بشر الزاني بخراب بيته ولو بعد حين. ايها الاخوة الاعزاء، ماذا نفيد؟ ماذا نفيد؟ ان هناك مؤامرة من المستهزئين بالاسلام، من الساخرين بتعاليم سيد الانام، نشرت المجلة الساقطة التي تسمى صباح الخير، نشرت كلمة تسخر فيها من حديث المصطفى. حديث المصطفى يقول للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. عرفت هذا الحديث وقالت للصائم فرختان: فرخة عند افطاره وفرخة في عيد الفطر. فرخة، ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام انهم يريدون ان يزعزعوا ثقة المسلمين في نبيهم. في نبيهم. ولقد كان بيننا وبين الشيوعيين لقاءات في السجون، وكنا نسألهم: ماذا تفعلون اذا آل الحكم اليكم؟ وكان عددهم لا يتجاوز اصابع اليد الواحدة، اما المسلمون فكانوا الوفا، بل كانوا عشرات الالوف. قال الشيوعيون بصراحة: يوم نتسلم حكم مصر فأول عمل نقوم به سنعلق المشانق لكل من يحمل في رأسه فكرة لا إله إلا الله. يقولونها بصراحة، يقولونها بصراحة. وهل في هذه الكلمة مبالغة؟ لقد صدقت في مصر في عام 54900، وكل المعاصي لم تحدث الا بعد 1954. كل المعاصي وكل المصائب وكل المخاسي لم تحدث الا بعد 1954. في هذا العام سيق الى حبل المشنقة اكبر الرؤوس الاسلامية، وفي الوقت الذي وقفوا فيه ليحاكموا امام رجل مجنون، الكل يعلم انه مجنون، في محكمة تسمى محكمة الشعب. والحقيقة انها لمحاكمة الشعب، والحقيقة انها محكمة الشغب، وكان يرأسها رجل يسمى جمال ثالث، ليس فيه من الجمال شيء ولا سلمه الله، لا في الدنيا ولا في الآخرة. كان يقول لمن يحاكمه: اطحت صورة آل كابوني؟ على صورة آل عمران. وآل كابوني اسم لعصابة امريكية. اقرأ صورة الفاتحة بالمقلوب. قلب الله حالك، قلب الله حالك، ان الله يقول: انا نحن نزلنا الذكرى انا له لحافظون. رجل مجنون، كلب من كلاب الصيد، جلس على كرسي بامر سيده المصاب بجنون العظمة، وحكم على الابرياء بالاعدام، ودخلوا حبل المشنقة. وعندما دخلها عبد القادر عودة ووقف على الطبلية، نادى على الله قائلا: اني ما
مغلوب فانتصر. اني مغلوب فانتصر. في الوقت الذي علقت فيه الرقاب، الرقاب التي كل ذنبها انها قالت لا اله الا الله، في هذا الوقت نفسه كان الموسيقار عبد الوهاب يقيم حفلة في سلاح الفرسان يغني فيها اغنية تسلم يا غالي تسلم يا غالي. ظلم، لو وزع الظلم الى 100 جزء لكان في مصر وحدها 99 جزءا. ومر الجزء بالدنيا ثم قضى ليله في مصر. يومها احمر الكون، يومها كانت دماء المسلمين تراق بغير حساب، يومها وقف قائد السجن الحربي حمزة البسيوني، وحرام ان نسميه حمزة لان اسم حمزة بريء منه، حرام ان نسميه حمزة، انما نسميه الطاغية البسيوني. وقف في سجن البسيل في السجن الحربي ينادي بأعلى صوته لو نزل الله من السماء لحبسته في تلك الزلزالة حتى الانفرادية. ما الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ ما الذي حدث يا مصر؟ فمن الذي حبس الآخر؟ من حدث من؟ إن ربك لبالمرصاد. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصد عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. وبينما كان الطاغية يركب سيارته الفاخرة متجعا في طريق الزراعي اذا بجرار يقطع عليه الطريق فتنحرق سيارته، واذا بسيارة تباغته كالصاروخ الموجه، واذا بقطعة من الحديد تدخل في عنقه، واذا به يسحب في دمه، واذا بوجهه القبيح لا يكاد احد يقوى على رؤيته، واذا بجسمانه يظل صريحا ليراه من اراد ان يعتذر، وكأن الله قال له فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. يا معاشر الشباب، ان الامة الاسلامية قضت حياتها في محن، في محن. وعجيب كل العجب اننا نسمع النصيحة من روسيا وكلنا يعلم من هي روسيا. روسيا سكن هنا وهناك، خلافات هنا وهناك، هناك محن، وروسيا هي سبب المصائب كلها، روسيا هي سبب البلاء كله. وعلى حكام سوريا ان يقرأوا التاريخ قبل ان يسمعوا الى روسيا. روسيا كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. يا حكام سوريا لا تأخذوا النصيحة من روسيا. يا حكام ليبيا لا تأخذوا النصيحة من روسيا. وقبل ان تأخذوا النصيحة منها
اسألوها كيف كانت روسيا. كانت روسيا دولة صغيرة تقع في الشمال الشرقي في اوروبا لا تزيد مساحتها على مساحة مصر، ولكنها ظلت 200 سنة تنهب ارض المسلمين لحتى اخذت شبه جزيرة القرم واخذت تركستان المسلمة، وتركستان مساحتها تساوي مساحة مصر والسعودية والسودان، واخذت سيبيريا واخذت اوراش واخذت استرخان، وهذه المناطق التي اخذتها روسيا كلها اراض اسلامية رفعت رايات التوحيد لأهل المسلمين. تخرج فيها الامام البخاري والامام مسلم والامام ابو حنيفة والامام الزمخشري وامام البلاغة السكاتي وامام التفسير النسفي. من اجران القرن وقلنا رجعين بروض السلاح ونسينا قوة الواحد الديان، نسينا الله، اعتمدنا على الحديد والنار ونسينا قوة الواحد القهار. اتصل السفير الروسي يومه وكانت مصر يومها تحكم من السفارة الروسية. اتصل السفير الروسي بزعيم مصر الملهم في 1/3 قبل الفجر وقال له لا تبدأ الحرب انت في يوم الحرب، وفوجئنا بضربة طيران مباركة وانتهت الحرب في 19 دقيقة وكانت الكارثة، وكانت روسيا سبب الكارثة، وروسيا حتى الان تريد ان تشعل النار بين المسلمين حتى تقضي عليه. الشرق والغرب روسيا وامريكا اتفقوا جميعا على ان يقضوا على كلمة لا اله الا الله، والحال في امة الاسلام يرسى لها. فهناك في سوريا ما فيها حزب البعث في سوريا والعراق، سجون سوريا مليئة بمعتقل المسلمين، والعراق سجونها مليئة بالمعتقلين الذين يقولون لا اله الا الله، وحزب البعث معروف، وويل لحزب البعث يوم البعث، وحزب البعث ألفه واخرجه الانجليز ورأسه المفكر مشير عفلق، مش العفلق لعنه الله، مش العفلق هو رجل الايديولوجية في حزب البعث، مش العفلق الذي كان يدرس في مدارس الشام وكان يهاجم النبي محمدا وكان يقول للتلاميذ ان محمد كان رئيس عصابة لقطع الطريق، مش العفلة، مش العفلة النصراني المتعصب، مش العفلة الرأس المفكر في حزب البعث. يا حكام سوريا، يا حكام العراق، اعلموا ان النار ستأكلنا جميعا. لا تطيعوا امر المشركين، لا تطيعوا امر المفسدين. حزب البعث ومش العفلة الذي كان يهاجم النبي المصطفى في المدارس ويقول ان محمدا كان رئيس عصابة. محمد الذي يشهد التاريخ انه كان نبي الرحمة واستاذ الانسانية، وليبيا فيها ما فيها، والسودان يعيد تاريخ مصر 54،
السودان يفتح سجونه ومعتقلاته، فإذا ما اتجهت إلى الصومال رأيت حاكم الصومال رجلا لا يعرف الله مثقال ذرة، أمسك بالقلم الأحمر وشفض على آيات المواريث في القرآن الكريم وقال ليس هناك في الميراث نصف ولا ربع، المرأة تتساوى مع الرجل، وكتب بالقلم الأحمر على آية المواريث. وعندما رد عليه بعض علماء المسلمين جاء بهم في ميدان كبير وسكب عليه من حطرون واسعل فيهم الله. حاكم الصومال محمد زياد بري ومحمد بريء منك يوم الحساب، هؤلاء هم حكام المسلمين. واليهود بين ظهورنا، وروسيا وامريكا وانجلترا من ورائنا، والمسلمون في غفلة. يا معاشر المسلمين، نريدها اسلامية قرآنية لا شرقية ولا غربية. يا معاشر المسلمين، اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين. اللهم اني اسألك واتوجه اليك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم اعلم فضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصرنا على اعدائنا، واعد المسجد الاقصى الى رحابنا، وثبت على الايمان قلوبنا. اللهم احب صفوفنا، اللهم اجمع شملنا، اللهم اطرد الشيطان من بيننا، اشف مرضانا وارحم موتانا وتول امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا وارحم ضعفنا وتول امرنا واحسن خلاصنا وبلغنا مما يرضيك املنا وتقبل منا صيامنا وقيامنا. اغفر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة. أيها المسلمون أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله، خاتم الأنبياء والمرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وامواتنا واموات المسلمين اجمعين. ولا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد. وتحيتنا اليك يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك.
أيها الإخوة المسلمون، توجهوا جميعا بقلوبكم إلى الله تعالى وقولوا استغفر الله 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 لا اله الا الله محمد رسول 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 الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك تبنا الى الله تبنا الى الله تبنا الى الله ورجعنا الى الله وردنا على ما فعلنا وعزمنا عزما حقيقا على اننا لا نعصي الا سمعنا الصلاة على النبي غير سيدنا النبي بيقول ما تزال امتي بخير ما عجل الخطور واخر السحور ما تزال امتي بخير ما عجل الخطور واخر السحور يعني من اجل النبي عليه الصلاه والسلام في الصيام انه كان يعجل الفطور ويؤخر السحور يعني نفطر الاول ولا نصلي المغرب الاول انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله نفطر الاول ولا نصلي المغرب الاول النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يجب الافطار بعد الشمس المغرب كان يتعاطى وترا من الرخص اللي كان فيه بلح يفطر على بلحه او ثلاثه مفيش بلح يبقى فيه صم مفيش صم يبقى لبن مفيش يبقى ماء يشرب شويه ميه
وكان النبي يشرب الماء على ثلاث مرات. يعني مش الواحد مننا يشرب المية دفعة واحدة، لا، النبي كان يمسك إناء الماء ويشربه على ثلاث مرات عشان يدي الكبد راحة امتصاص الماء، عشان الإنسان يشرب. إنما مش ينفع نقول للإلهي أو الفريجيدير الإلهي ويجيبه ظرفة ما ينزلهاش إلا لما خلصت، لا، يشرب شوية ويسلم الله، ويشرب شوية ويسلم الله، وبعد ما خلص ثلاث مرات والحمد لله الذي جعله حقا فراسا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا في ذنوبنا. يذكر الله في كل شيء، كل شيء. ولذلك مرة الإمام محمد عبد راح فرنسا، فواحد فيلسوف قدم له كوباية ليمون، فالإمام محمد شربها كلها مرة. فالخواجة الفيلسوف بيقول له ايه يا إمام؟ أنت بتقول إن محمد كان بيشرب على ثلاث مرات، أنت شربت الكوباية مرة واحدة ليه؟ قال له مين اللي قال لك إن أنا خالفت النبي؟ ما هي دي أول مرة وعايزين لك كوبايتين تاني. روح الناس اللي تشرب على حساب النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي كان ذوق، النبي كان ذوق. ولذلك شوف النبي عليه الصلاة والسلام، البخاري بيروي بيقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناس الأسقية. يعني ايه؟ يعني انا عايز اتضرب سمعنا الصلاة عليه. نهى عن اختناس الأسقية. الاختلاف معناها ان الانسان يشرب في الاناء ويرجح فيه. يعني الانسان عشان يشرب من قله يبقى يكون معاه كوبايه، يفرغ من الكوبايه من قله في الكوبايه، عشان ما فيش واحد يشرب مكان الثاني. يعني مش كلنا نشرب من قله واحده، لا، من سنه النبي انه ما كانش يشرب من اناء ويرجح فيه، فيستحسن ان يكون في جانب القله كوبايه او قوس، يوم الانسان يفرغ من الاناء الكبير في الاناء الصغير عشان يبقى يشرب على قده. ليه؟ يمكن واحد واكل بصل، يمكن واحد واكل سردين، واحد واكل سلمون، فيمسك القله لها ذكرى يشرب الكوبايه على قده ويبقى التاني جنبه كوبايه ثانيه. يبقى شوف النبي، يعني قبل البشريه ما تعرف طريق المدنيه كان النبي محمد هو اول من دل على النظافه واول من دل على الخلق. وبعدين مدنيه النبي كانت تتلخص في كلمه واحده بس، البساطه. النبي ما كانش معقد. المدنيه بتاعت الناس النهارده مدنيه معقده، روح عشان تاكل عند واحد ما يعتبرش اكل، يعتبر طابور سلب. يبص تلاقي العبارة المائدة مصفوفة، اللي عايز ياكل لابد ياكل وهو واحد محل خير. وبعدين تمسك المعلقة بيدك اليمين والشوكة بيدك الشمال والسكينة من سنانك. هو ده اكل، ده اسمه ضحى دم. عايز اخواتك ويجيب لك الاكل شيء بالشرب في طبع مخصص عامل زي كده في جزيره افريقيا. تيجي تشرب المعلقه من فوق كده حاجه، الواحد يقول يا رب هي المعلقه مقلوبه؟ ابدا معدود. ما فيش لقمه تطلع ليه؟ اقول لك اصلا حالي جفاف لان مناخ طهري. يا دي المصيبه، ايه يا اخويا الاكل ده؟ الملوخيه بس في طبع اللي في الطابع اواني مستطرقها. قول يا ابني ده، انما الاسلام بساطة، ما بيش حاجة اسمها شوكة وسكينة. الامام محمد عبده دخل مطعم في فرنسا كان بايده ايديه، قالوا بيقول لي راح استعمل المعلقة، قال لي المعلقة بتاعتي ما بياكلش بها غيري، انما بتاعتي كل الناس بتاكل بيها. ايدي ايدي باكل بقى وبغسلها بمعرفتي انا، انت ما بتغسلهاش، انما ايدي انا بغسلها بمعرفتي. النبي كان يقول نحن قوم ناكل بغرس.
فنحط الأرض تحت ما خلت خيلة طرابيزة ولا خيام طعبين سلام لقى حوالين الطرابيزة كده زي الناس اللي بيرسلوا ميت ما نقعد نرتاح وناخد راحتنا حتى الأكل الآخر ما فيهوش راحة الدنيا خربانة كده وبعدين تروح تلاقي أكل كله كلام فارغ كان زمان الدنيا فيها بساطة وفيها راحة ولذلك زمان ما كانوش بيشفوا من الأمراض ولا كان فيه أوجاع ولا كان فيه أوبئة لأن كانت الأمور سهلة النهاردة تروح تلاقي لو واحد راح للدكتور لابد يطلع عيان لابد يطلع عيان عيان وفيه دكاترة عندنا في البلد يبقى المريض طالع زي الجمل ينزلوا مسندينه يبقى طلع السلم زي الصاروخ قاعد الدكتور ما يفتح عليه ايه حاسب على نفسك انت تنزل من هنا بقى تشتري لجنه كويسه اسكن في البطروم وهتطلع سمن وهتاكل لحم وهتشرب لبن ياكل مانجا احضر من الكمثري وهتشم الفراوله ايوه ما يروح بقى يموت يروح يموت يموت والسمك يا بيه اوعى تيجي يم في الحلقه اوعى تركب فلوس ثلاثه في السن الامور على الحلقه اوعى الرجل كان طرح كويس وكان خاطر فجأة مفيش حاجة ولذلك شوف النبي بيقول ايه النبي كان عالم نفسي فيه بيقول إذا عدتم المريض فنفسه له في الأجل فإنه لا يرد شيئا ولكنه يطيب نفس المريض يعني لما تكون واحد مريض اديله أمل في الحياة اما تدخل عليه ويكون مريض قول له يا عم اطمئن يا ابويا كان عيان وربنا قد يوجه وربنا كرمه وخلى وزنه اكتر من كده وزح ربنا حاجه بسيطه انما في واحد كان يدخل على المريض مالك بتحكم الايه يقول له عم خدت ثلاثه فيها خبر ابيع ده عمك الله يرحمها كانت كده وابويا الله يدخل الخبر اللي تحت راسه برضه كان بيتكتب نفس المال يا راجل لو انت سكرتير عند ملك الموت يا راجل لو انت مساعد ملك الموت ايه ده ايه اللي حصل زي اللي دخل يزور مريض قاعد يقول له اطمئن يا عمرك طويل ورزقك كتير ومعلمه هو طالع الباب واقف خبط في الباب فاراته لف الشمال قال وبعدين لما الباب واقف كده امال هتطلعوا اللحم ازاي؟ ما اهو برضه تدخل على واحد دكتور يطمنك يقول لك اطمئن لي قلبك اجمد من قلبك واحد تاني تقول له عنده صداع يا بيه يقول لك نام لما اخلعلك لك راسك ده خواري اخر ولذلك واحد دخل على عمر بن عبد العزيز وهو مريض فاتكلم كلمتين زعلوا فيطلع عمر فسيدنا عمر خلاه ناسي قال له تعالى اذا خرجت من عندنا فلا تصلى ولا تفر مريضا غيرنا المعروف الزور الاسلام دور النبي عليه الصلاة والسلام من امكانيته عارف النفس البشرية واحد صايم يبقى مستقلق طعام فيفطر على شيء خفيف طمع ماء لبن وبعد كده يصلي وبعد ما يصلي ياكل يبقى جمع بين الفطار وبين الصلاه انما افرض يا اخي انهم وصلوا الفطار الاول يعني وصلوا الحاجات السنين الاول التقليه محطوطه اصلي الاول ولا افطر الاول التقليه محطط والاكل جاهز لا افطر الاول ما دام التقليه محطط افطر الاول اذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء قدموا الاكل ليه لانك لو اكلت لو صليت الاكل حاضر فسوف تصلي والقلب غير حاضر خليك مع الله خليك مع الله وسمعني الصلاة على حبيب الله محمد لو انت صليت المغرب والتقية محطوطة الصلاة مش هتطلع عاوز مش هتطلع عمولة
هيطلع ثلاث اعضاء. انت بتصلي اللي معناه اليمين نحو في الشرب فهتبنى حمايه يمك الصفصاليه وانت راسع تمد ايدك اليمين توقفه في كوخ وشه. هيقول له ايه؟ لو نقطه جت يمك طبع السمك هكلها بسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك قبل الزحمه الانسان بيخاطب الفطره يقول لك كل الاول كل كل يا محمد الزحمه انما اوعى الاكل يضيع وقت الصلاه. كل بس راعي الثلث والثلث والثلث. الثلث فوق الثلث ميه الثلث نفس. اوعى الكل ياكل النفس والمية. لا. في المعدة في رمضان اجازة اعتيادي. ده راحة. لان المعدة كيف الساب. اللي عنده جوخة يضحك في المعدة. اللي عنده صداع يضحك في المعدة. اللي عنده حموضة يضحك في المعدة. على المعدة سبب كل البلاوي. راحة رمضان. راحة رمضان ويكفي ان الانسان يقتصر على صنفة وصنفين. يعني تضع طلب الخضار كله في جميلات يقع على شوية جرجير. يعني لو يعلم الناس ما في الجرجير يعني في فوائد كتير. الحاجات الخضرة كويسة وبلدنا الحمد لله مشهورة بتصوير الفكر الى جمال افريقيا. مليانة مليانة خير. يعني لو رحت بلاد ثانية يمكن تاكل الاكلة بتفتح انما هنا ممكن تاكل بتلاتة تحول وجرجير وحاجات كويسة. بس ريح المعدة الجهتين من الراحة في رمضان عشان تقوى على صلاة القيام. النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه تأخير السحور. شوف ميد ابن ثابت بيقول تسحرنا مع آل القاسم صلى الله عليه وسلم. انا عايزك تسمعني الصلاة عليه. لان اللي بيصلي على النبي مرة ربنا بيصلي عليه عشر مرات. زيد بن ثابت بيقول ان احنا اتسحرنا مع ابي القاسم سيدنا محمد ثم خرجنا الى المسجد لنصلي الفجر. قال له احدهم فما مقدار ما بين السحور والصلاة. المسافة دي المدة الزمنية دي بين السحور والصلاة. زيد بن ثابت معهوش ساعة. ما كانوش لسه اخترعوا ساعات. لا كانوا في جرينتش ولا كان معهم ساعة زمن ولا كانوا عرفوا سويسرا. قال له ايه زيد بن ثابت؟ قال له كان بينهما 50 آية. 50 آية القرآن. لما اختار ما تقرا 50 آية يعني شوف القران كان بيحل مشكله بالتوقيت المحلي. القران يعني بين السحور وبين الصلاه 50 آية. فيها ناس بقى ساعه ما بتسمع مكه الامساك اللي بيبقى قبل الفجر بربع ساعه يقول لك خلاص لا ناكل ولا نشرب لان مكه الامساك ضرب. لا انت ليك الحق تاكل وتشرب لغايه الفجر ما يقوى الله اكبر. خد بالك خد بالك وسمعني الصلاه على حبيب الله. امال مدفع الامساك ده ليه؟ قال لك ما هو النبي كان عنده مدفع امساك ضرب. كان بيخلي بلال ابن رباح يؤذن قبل الفجر بقليل وبعدين يخلي عبد الله ابن ام مكتوم يؤذن الفجر. الى ان ما قبل الفجر في رمضان عشان يقول لي الصايم فاضل على الفجر شويه يستعد لان ما تسحرش تلحق الصحه.
عشان الدم مقسوم لما يدخل ما حدش يقف. برضه نقطع الامساك اللي قبل الفتح ويقول لك استعد واللي لسه معلق الشاي على البابور استعد يعني ينزل الشاي ويشرب قبل الفجر ما يقول الله اكبر. وبعدين الاذاعه المصريه رفع الله لها بتلاقى عن نفس بلاوي كتيره. يجي بعد اذان الفجر يذيع القران الكريم. يوم واحد قال من النوم بعد الفجر يسمع القران يقوم يقول لمراته يوم الاوليه الحلوه قبل الفطار ولا القران بيقرا. يا راجل القران ما قرا بعد الفجر وخلص انت كنت نايم في العسل. لو يا راجل القران ده بتاع بعد الفجر ومش واخد بالي. هتبص تلاقي احد كان القران يخلص يقوم الصلاه يصلي واللي حضر ابيض الفجر لسه. طب يعمل ايه؟ يعمل ايه ده بقى؟ قال لك يكن ماسك على صيامه وبعد العيد يبقى يقضي اليوم اللي فطره. ليه؟ لانه شهيد الاذاعه والتلفزيون. ابعت له الاذاعه وقول لها بلاش القران اللي بعد الفجر في رمضان. بلاش. قال يعني هي وصيه او طول النهار كل ما تزوقيني يا ماما والكلام الفاضي ودي اكثر رمضان تجيب قران بعد الفجر. ملكك مالش لازم القرآن نفس الغلط وبيقوم الناس بعد الفجر ياكلوا ويشربوا ويقعد يشوف مخصص على وشك القرآن بيقرا. القرآن ايه يا سيدي الإذاعة والتلفزيون انت؟ القرآن ايه ده انت فطرت؟ انت فطرت وعليك قضاء هذا اليوم. عليك قضاء هذا اليوم. ولذلك الإنسان يبقى يسأل ويتحرى قبل أن يأكل. يبقى الإنسان ياكل لغاية الفجر ما يقوم أرواحه أكثر. ساعة مثل الفجر يرفع الأكل خلاص الشراب. إنما مدفع الإمساك معمول للاستعداد عشان الإنسان ما يقعش في الإفطار. وده معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطور وأخروا السحور. وقال تعالى في الحديث القدسي الجليل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا أرجى لكم صياما مقبولا وإفطارا هنيا. والسلام عليكم ورحمة الله. لو كان انت تتمسك برصيدها تحتفظ به في البنك وتعطي شيئا منه لوالدها فما رايكم في مثل هذا التصرف؟ وهل راتبها ملكا لها؟ ملك لها زوجتك راتبها ملك لها واموالها ملك لها ليس لك منها شيء الا اذا طلب دفعها بشيء فلا باس كما قال الله جل وعلا لن يطيب لكم عبدي ونسب كله لي المحيط اذا طلب دفعها بشيء من مرتبها ومن اموالها الاصليه فلا باس والا امالها لها وراتبها لها تعطي والديها وتصدق منها فإن أردت شيئا عن طيب نفس وإلا تستغني بالله ولا تعلق نفسك بمالها وتسرع عنها إلا اصطلحت أنت وإياها على شيء من ذلك فلا اصطلحت عنها وهي على نصف الراضي أو ربع الراضي فاصطلح لكما جاء. نعم 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 نعم. هل يطلق الرجل امرأته لطلب والديه او احدهما مع ان الفراق بين الزوجين سائغ؟ تقدم على المعنى وان الواجب ان يحل المشكل يحل ان يحل مشكل بكلام الطيب مع والديه ومعها ويحثه على احسان السيره معهما والتلطف لهما وكذلك يتكلم مع والديه بانها امرأة صالحه ومناسبه لي فارجو منكما يعني السماع وعدم المطالبة بإفراطها يعني هذا ما يستطيع إذا كانت نفسها طيبة وسليمة. أما إذا كانت المطالبة من الأبوين لعلة فيها أنها منحرفة عن الطريق السوي متهمة بالسوء والضرائب الظاهرة والأسباب الظاهرة فالواجب طاعتهما في هذه الحالة. هل الطلاق الذي يعد في عهد الرسول طلقة واحدة هل هو الذي يطلق ثلاث متتاليات أي من ثلاث كلمات في مجلس واحد أم هو نطق الطلاق من لفظ واحد مثل أن يقول أنت طالق بالثلاث؟ أرجو بان ذلك. ثبت عن الحديث بن عباس أنه قال كان الطلاق على أهل الطلاق الثلاث واحدة
فلما كان عمر قال ان الرجل استعجل فيها كان زوجي انا فان الله عليه فان الله عليه فان الله عليه. والمشهور عند العلماء ان مراد بهذه الثلاث الطلاق من واحد من الجوائز. عندي مطلقه ثلاثا، عن طالق من ثلاث، هي طالق من ثلاث، هذا هو الاعظم بهذه الثلاث انه التطبيق من كلمه واحده في رقم ثلاث. وهذا هو راي الناس انه التطبيق من ثلاث من واحد، عندي طالق من ثلاث او مطلقه من ثلاث. وذهب بعض اهل العلم الى ان الطلاق من ثلاث ولا تكرر الايمان ما دام مجلس واحد، وبعضهم حتى ولو في مجالس ما دام ما بينهما رجعه ولا نكاح بين الولايات العيد الاولى والثانيه والثلاثه قعان، وجعلها ليحكم جميعا. ولذا هذا في واضح من الاحاديث فانها رجعيه، ومطلقه طلقه واحده رجعيه، فان طلقها الثانيه لحقتها الثانيه، وان طلقها الثانيه لحقتها. وانما يمتنع اللحوق اذا كان فعلا بفسق مخالعه مفسوخه لم تحقق الثانيه ولا الثالثه. اما ان طلقها طلاقا رجعيا واحده ثم اتبعها ثالثه وثالثه فان الاظهر من كلام العلماء انه يقع على الطلاق وتحرم الثانيه والثالثه. وهذا هو الذي اصيبه والذي ظهر لي من ما جاء النصوص على الصحابه رضي الله عنهم ان الطلاق الذي يحتسب واحده اذا جمعه بكلمه واحده او كتبه بكلمه واحده هي طالق بالثلاث كتابه او نظاره. كان هذا واحده في هذا النبي صلى الله عليه وسلم التصديق في اول ثلاث مرات، ثم نظره بهذا وقال ان الناس استعجلوا بهذا الامر وسارعوا فيه فلم الله ينعم عليهم قال الله عليهم رضي الله عنه وتابعهم فكروا الصحابه في هذا. وروي عن علي والزبير وعبد الرحمن بن عوف وابن عباس انهم جعلوا واحده على كهانه كان في اهل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الارجح بالدليل وهو انفع للمسلمين ايضا وارفق بهم. نعم. هل الطلاق يكون طلقه في كل طهر؟ أم الأفضل أن نطلق طلقة واحدة في طهر ثم نتركها حتى تنتهي العدة فتكون بذلك باين بيننا صغرى؟ هذا هو السنة. نطلقها طلقة واحدة في طهر أو نجامعها فيه ثم نتركها حتى تنتهي عدتها أو نراجعها. أما أن نطلق في كل طهر لا، هذا يرى من عباس لكن ليس بجيد، لكن يقوتها عليه ويضره بلا حاجة في كل حاجة. وإنما السنة أن نطلقها واحدة في طهر لم نجامعها فيه كما امر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم من عمر، ثم نمسكها فاذا ظهرت بعد حيضها الثانيه فنطلقها قبل ان يمسها تلك العده التي امر الله تعالى ان تطلق لها النساء. يقول سبحانه يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فقد يقومن لعدتهن الايه. فتطلقها العده ان يطلقها طاهره من غير جماع. هذا هو الصواب. هذا هو الصواب الصحيح. والمراه لها احوال خمسه. ثلاث حالات الطلاق فيها فدي وحلال الطلاق فيها شرعي. الطلاق البدعي في حال الحيض وفي حال النفاس وفي حال الطفل الذي جمع فيه، في هذه الاحوال فلا يطلقها لا في الحيض ولا في النفاس ولا في طفل جمعها فيه. اما الحال الثاني هي من الطلاق الشرعي فهما حال الحمل والمحامل، وكذلك اذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه هذا هو الطلاق الشرعي منفوذ. وينبغي الرجل ان يلاحظ هذه الاشياء ولا يعرف الطلاق، لان الطلاق مضمون الى الله، ارض الحياه من الطلاق. والله جل وعلا يحب بقاء النكاح لا فصل النكاح لما فيه من مصائب وفوائد كثيره. فينبغي للزوج ان لا يعجل وان يتحرى اوقات الطلاق الشرعي اذا عزم على الطلاق، وان لا يعجل في الامور فليتأنى وينظر فيها طابت نفسه وراى ان الطلاق اصلح طلقها طلقه واحده في طفل من جامع فيه ثم يتركها حتى تنتهي عدتها فتكون بائلا بذلك لما تنصورا لا يحلها الا عبد شرعي. هذا هو المشروع في هذه المسائل. فهل يقع الطلاق اذا طلقت طلاقا شيئا؟ ذهب العلماء في طلاق البدعه يقع ام لا يقع؟ فذهب الجمهور الى انه يقع. جمهور العلماء ذهب الى انه يقع مع التحريم. وذهب قوم الى انه لا يقع. اختاره جماعه من السلف ومروي بن عمر وطاووس من كيسان الإمام السابع الجليل وأنفلاة بن عمرو هدري السابع الجليل اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة قالوا لأنه وقع على خلاف أمر الله فلا يقع. والجمهور قالوا أخطأ وأتى ويوبل عليه لأن ابن عمر احتسب طلقة الحي احتسبها وأمضاها نفسه
هناك اي تطبيقه، لكن لم يثبت انه حسب عليه، لم يثبت انني حسب عليه، ولكن هو اعتبرها واهواها نفسه في ظاهر النصوص التي جاءت عنه. وسئل عن وسئل رحمه الله عليه في روايه عنه عمن طلقها في حال الحيض فقال لا يعرف بها. هذا ما يبين انه حسب طلقها التي طلقها في الحيض حسبها بهذا منه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال راجعها ثم امسكها تظهر ثم تحيض ثم تطلق ثم ان شئت فطلق وان شئت فعل. ولو كانت الطلقه واقعه لكان المعنى اكثر الطلاق. كم عده المرتابه ومن هي المرتابه؟ المرتابه هي التي تشرك هل تبقي حامل او لا، هذه تبقى بعده حتى تزول. فإذا زادت الهيبة وأتاها ثلاث حيضات خرج من العدة، لأن ثلاث حيضات تدرك الرحم وتكفي في حصول اليقين بزوال الهيبة. وما دامت لم تزل فيها الحيض فإذا تريب تنتظر حتى تأتي الحيض أو يمر عليها سنة، إذا مرت عليها سنة ولم تظهر شيء ولم يتبين فيها حمل تكذبت هكذا في أشهر كما عبد عمر في هذا رضي الله عنه. ما رأي الشارع الحكيم في قيام بصرف جزء من زكاة المال في تشييد مسجد منذ بضع سنوات دون علم بالحكم؟ عرفت هذه السنة أن الزكاة هذه السنة أن الزكاة لا تجوز على تشييد المسجد، فما الحكم فيما طلبته قبل ذلك؟ هل هو جائز وما أفعل؟ معروف عند أهل العلم أن الزكاة لا تطلب من ذلك، هذا اللي عليه جمهور أهل العلم وهو معروف عند السلف وهذا ومن بعدهم، أن الزكاة ليس لمخالفها لا من المساجد ولا من المدارس ولا من الغرف في أصناف المساجد، بل هي في أصناف المانية وليس منها تعليم المساجد، بل ما يتعلق به ما قال من ذلك كلمة في سبيل الله. في سبيل الله ذكر العلماء أن المراد بها المجاهدون في الجهاد، فالذي صار زكاته في المساجد ينبغي له أن يقضيها وأن يصلها بجهادها ويكون ذلك عمل بالذن فهو أجره وثوابه، فيقضي مثل ما صار في المساجد ويخرجه في جهات أخرى في الغفر والمساكين أو في المجاهدين أو في مؤلف قلوبهم. المقصود أنه يقضي ما صار، يعني لا تقل لفرضه يخرج بدلا في مصارف الزكاة. قال أحد الخطباء في خطبة الجمعة أن على الزوج أن لا يخبر زوجته أنه طلقها، فهل هذا الحكم صحيح وله سند من الكتاب والسنة؟ الحمد لله يا رب حتى يسمع من حوله وحتى يسمع لا يستحي الحمد لله حمد الله هو الرسول يهدينا جميعا. الطلاق عبد الحضر للمرأة حتى تعرف انها مطلقة او غير مطلقة، وطلقها لا بد ان يعرفها الطلقة فإن لها الطلاق حتى تحتسب الطلقة، وطلقها الثاني عرفتها وطلقها الثاني عرفت ان حرمت عليه او ان يعرفها ذلك، لكن اذا راى ان يبادر بذلك بعله والاسباب يخشى ان يقدمها عن الطلقة وان يقول لا ردك الى سيء واجل الاعلام الى وقت اخر غير وقت الطلقة، فالظاهر لا حرج في ذلك اذا اجل اعلامها عن الطلقة الى وقت اخر يعني غير وقت الطلقة الطلاق الذي تضع فيه، لانه يرى ان في هذا خطر عليه او خطر عليها او اشياء اخرى فيها فلا مانع، لكن لا بد من تعريف اعلامها ولا بعد ذلك من اعلامها حتى تعرض حتى تحسب، واذا اعلم ايضا وليها ان ذلك اكمل حتى لا يغلب عليه الشيطان فيجحدها بعد ذلك او ينساها، فاعلامها واعلام وليها امر مهم حق، لكن لا مانع من تاجيله وقت ما اذا كان يخشى من ذلك مفرطا عليها او عليه، فيؤجله بعض الوقت ثم يقدره او يكتبه عنده في الكتابه ويؤجله عنده حتى لا ينسى وحتى لا يستحل بعلم عنك الله جل وعلا. احد الاخوه جاء بوثيقه طلاق وقع بينه وبين زوجته في الطائف، ما ادري ايش يقصد بهذا، يعني تصور هذا الوثيقه الا قال في البيت كيف الجمع بين يا فضيلة الشيخ بين قول الله تعالى واضربوهن وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من خياركم من يضرب زوجته او كما قال او كما قيل؟ هذا لا اعلم هذا، فان الرسول اراد بذلك ان لا يسارع الى الضرب، ليس من ان تحيره
وشارع على الضرب كل الضرب أخر الصدق الصدق الضرب يكون هو أخر الصدق قبل الهجر قبل الوعظ قبل الهجر فإن بغير الزوج ألا يلجأ إلى الضرب إلا عند ضرورة وعند حالة وعند يعني عدد جدوى ومسائل أخرى لأن الضرب قد يغيرها على يكثر وقد يسيء أخلاقها ويسبب شراطها وقد يسيء أهلها أيضا فمن ولكن في هذا العقد وفي هذا العقد تسبب مشاكل كثيرة فينبغي للزوج أن لا يعجز وأن لا يشارع الضرب إلا عند الحاجة وعمل عمل العواقب السيئة إذا كان ضربها يشوف إلى ضربه لها وإلى بيان أهلها عليه وإلى يعني حصول مشكلة كبرى فينبغي تجنب الضرب والصبر على ما قد يقع من سوء الأخلاق حتى يعجل الله الحال في ظروف العلاج الذي هو الرعب والتمهيد أو الهدف فالزوجة ينبغي أن يكون حكيما لأن الضرب يترتب على المشاكل وهم أقوى إلى غير المطلوب وأرادت به التعديل وأرادت به أن ترجع عن خطئها فإذا كان الضرب يؤذي إلى شرع ذلك وإلى سوء مزيد السوء وإلى مزيد المشاكل وإلى اتفاق الأمور فينبغي صرفه عن سوء الفعل الحاصل الضرب يخفض على خطئه رب الله عز وجل التعديل إذا دعت حاجة إليه بعد ما قدم عليه الرهبة والحج وليس من الأحسن وليس من الأفضل أن يسارع إليه أو يفرح به أو يتخذه علاجا دائما لا من الأفضل أن يؤخر وأن لا يعجل يعمل إليه كما بين المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم تحية من عند الله مباركة طيبة توجيها لكم مؤسسة رسالة للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة ويسعدنا أن نقدم لكم هذا الإحضار يوم الحج راجين المولى عز وجل أن ينفعنا وإياكم لما في هذا الإحضار والآن مع فضيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. يا رب ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. أعد بيننا وبين الحرام أينما كنا. وقنا السوء بما شئت وكيف شئت. إنك على ما تشاء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله قطرة من خيط جودك تملأ الأرض ريا ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا يا غاديا في غفلة ورائحة إلى متى تستحسن القبائح وكم إلى كم لا تخاف موقفا يستنطق الله به الجوارح يا عجبا منك وأنت مبصر كيف تلقفت الطريق الواضح وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله هو نبي الإخلاص كله هو الرحمة المهداة والنعمة المستاة يقول الحبيب المصطفى من أخلص قلبه لله 40 يوما أجر الله ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. سيدي أبا القاسم يا رسول الله يا سيدي لما ذكرتك أشرقت روحي وصابت بالسعادة ذاتي ألقاك في الليل البهيم وفي الدجى ألقاك في صحوي وفي غفواتي صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما لاحت على الأيك الحمائم أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة مع الدرس 61 أعيش مع قول الله تبارك وتعالى
ونفخ في الصور فصرق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله. ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون. هذا انصار للخلائق جميعا بحضور الجلسة امام القاضي العادل امام الله امام الله. وعندئذ اتوجه الى الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه اسأله عن الاسئلة التي ستوجه الى كل مخلوق اذا وقف بين يدي مولاه جل في علاه. وعندئذ يخبرنا الحبيب المصطفى بان كل مخلوق سيسأل 5 اسئلة اذا ما وقف بين يدي الله في ساحة العدالة. شبابك فيما ادليته وعمرك فيما اثنيته ومالك من اين اكتسبت وفيما انفقت وعلمك ماذا صنعت فيه. اسئلة 5 ستوجه الى كل مخلوق يقف بين يدي الله. فاذا ما قلت لرب العالمين يا رب لما لم ترسل الي انذارا بحضور الجلسة سأقول لك يا عبدي لقد وصلك الانذار وانت تقرأه كل يوم. الم تقرأ في سورة الفاتحة مالك يوم الدين؟ فأنا المالك وهذا يوم الدين. أنا المالك لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لا مجيب. الكل أجساد بالية، الكل هياكل متناثرة، الكل عظام نخرة، لمن الملك اليوم؟ فيجيب سبحانه على ذاته ويقول لله الواحد القهار. لله الملك اليوم، لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، ان الله سريع الحساب. الى ما وقف العباد في ساحة الحساب يوم القيامة يقول الله للمظلوم تقدم ويقول للظالم ايها الظالم لا تتكلم. ايها الظالم لا تتكلم. رفعت المعاذير اذا قلت يا رب من الذي اوصل الي هذا الانذار بحضور الجلسة؟ سأقول لك مولانا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الذي اوصل اليك الانذار هو سيد الانبياء
وخاتم المرسلين محمد. محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا ما قلت له دعني حتى أحضر الشهود معي، سيقول لك مولانا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. لا داعي إلى أن تحضر الشهود، فالشهود معك، ألسنة أيدي أرجل بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فإذا ما قلت يا ربي دعني حتى أوكل محاميا يقوم بالدفاع عني، سيقول لك الله اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لا دفاع لا مرافعة لا محاماة، إنما ماذا؟ ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. فرادى كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فإذا ما قلت يا رب سأستأنف الحكم، سيقول لك مولانا ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فإذا ما قلت يا ربي سأقدم فدية أو كفالة مالية أو شخصية، سيقول لك مولانا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما الحب فالحكم من الله، تنخلع له الأفئدة وتنفطر من أجله القلوب. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، جماعات الجماعات، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، فتحت بمجرد وصولهم إليها تفتح الأبواب. أما في حق أهل الجنة، وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، هناك فتحت مع النار ومع الجنة وفتحت. والفرق بينهما أن أهل النار عندما يأتون الأبواب تكون الأبواب مغلقة، فعندما يردون أبوابها تفتح لهم ثم تغلق بعد ذلك. أما أهل الجنة فعندما يأتون أبوابها فالأبواب مفتحة دائما، لأن الجنة مفتوحة الأبواب دائما، لا سجن ولا عذاب. وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وعندئذ ينادي مولانا جل في علاه على اهل الجنه فيقول يا اهل الجنه هل رضيتم؟ يقولون يا ربنا وكيف لا نرضى وقد اعطيتنا ما لم تعط احدا من خلقك؟ الم تثقل موازيننا؟ ألم تغفر ذنوبنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تجرنا من عذاب النار؟
فأقول مولانا أنا أعطيكم أكبر من ذلك، فيقولون يا ربنا وأي شيء أعظم من ذلك، فتزال الحجر بينهم وبين الله فيرون الله رب العالمين. لا إله إلا الله. أنا أعطيكم أكبر من ذلك، وأي شيء أكبر من ذلك؟ رؤية الله، رؤية الله. قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. أنا أعطيكم أكبر من ذلك، رؤية الله. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال المفسرون إن الحسنى هي الجنة، وإن الزيادة هي النظر إلى ذات الله رب العالمين. لقد جاء الصحابي الجليل عبد الله بن أم مكتوم إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان عبد الله ذلك الصحابي أعمى فاقد البصر، جاء إلى الرسول العظيم وقال: يا رسول الله، لقد نزلت عليك اليوم آية أحزنت قلبي. قال: ما هي يا عبد الله؟ قال: قوله تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. لقد رضيت بالعمى في الدنيا والدنيا ثانية، ولكني لا أطيق العمى يوم القيامة حيث لا فناء. إنني رضيت بالعمى في الدنيا، فكيف أطيقه يوم القيامة يا رسول الله؟ وقبل أن يجيب الحبيب على هذا السؤال، كان كبير أمناء وحي السماء وسفير الأنبياء جبريل يجوب الآفاق ويطوي بأجنحته السبع الصباق، وأنزل على الحبيب بقوله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وعندئذ قال الحبيب لعبد الله، قال له: ألا يكفيك يا ابن أم مكتوم أنك ستكون أول من ينظر إلى ذات الله يوم القيامة؟ سبحانك، سبحانك يا كريم، سبحانك يا رحيم. يا من تقول في الحديث القدسي الجليل: إذا ابتليت عبدي بفقد حبيبتيه، يعني عينيه وصبارا، لم أجد له جزاء دون الجنة. أنت الذي تهب الكثير، أنت الذي تهب الكثير وتجبر القلب الكثير وتغفر الزلات، وتقول: هل من سائب مستغفر أو سائل أقضي له الحاجات؟ حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذروا لكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. أيها السادة الأعزاء، إن الله كتب الثناء على كل مخلوق
وكتب البقاء لذاته هو. اقرأ معي قضايا القرآن الكريم في هذا الشأن تجدها كلها موجبة كلية، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فات، كل شيء هالك إلا وجهه لا استثناء، كل نفس ذائقة الموت حتى نفس رسول الله، حتى النبي الكريم خير خلق الله ينام على فراش الموت ويمسح الوجه الشريف بماء بارد ويدعو الله قائلا: اللهم هون علي سكرات الموت، انت يا رسول الله، انت يا حبيب الله، انت الذي تقول هذا، تقول سبحان الله ان للموت لسكرات، وانت ايضا يا رسول الله من راسك سكرات الموت. نعم، لقد علم المصير المحتوم قبل ان ينام على الفراش، لقد دخل غرفه الاشعه القرانيه ليستخرج كشف الاشعه لنفسه، فوجد مكتوبا في التقرير الالهي له: انك ميت وانهم ميتون، انك ميت وانهم ميتون. وبعد ذلك كانت بجواره فاطمه بنته ريحانته تبكي وتقول: وترضاه على كربك يا ابتاه؟ فكان الحبيب يقول لها: يا فاطمة لا كرب على ابيك بعد اليوم، لا كرب، لا كرب على ابيك بعد اليوم. وزاره جماعة من الصحابة وهو على فراش الموت وسألوه: يا رسول الله متى الاجل؟ قال لهم: مرحبا بكم، حياكم الله ونفعكم الله وشددكم الله وابقاكم الله، لقد دنا الفراش الاعلى والكاس الاوفى وسدرة المنتهى. قالوا: يا رسول الله فيما نكفنك؟ قال: كفنوني في ثوب ابيض. قالوا: فمن يغسلك؟ قال: رجال من اهل بيتي مع ملائكة كثيرين يرونكم من حيث لا ترونهم. والذي غسل الحبيب المصطفى هو الامام علي، وقد ورد انهم لما وضعوا الجثمان الشريف ليغسل واراد علي ان يخلع الثياب لم يستطع من نور الله الذي انبعث من جسم رسول الله، لم يستطع، لم يستطع ان يخلع الثياب، فكان يصب الماء على القميص ويغسل الجسد الشريف. وبعد ان غسل الحبيب المصطفى كفن وسالوه قبل الموت: من الذي يصلي عليك يا رسول الله؟ من الذي يصلي عليك وانت الامام الاعظم اشرف خلق الله؟ من الذي يصلي عليك؟ اسمعوا من الذي يصلي على الحبيب المصطفى. قال سيدنا محمد: اذا غسلتموني وكفنتموني فضعوني على سبيل القبر ساعة
فإن أول من يصلي علي خليلي الله رب العالمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. من يصلي عليك يا حبيبي يا سيدي، يا سيدي يا رسول الله، من الذي يصلي عليك؟ قال إذا مثلتموني وكفنتموني فدعوني على سفير القبر ساعة، فإن أول من يصلي علي خليلي الله، الله، الله. يا نفس توبي فإن الموت قد حال، واعط الهوى فالهوى ما زال فتانا، في كل يوم لنا ميت نشيعه، نحيي بمصرعه آثار موتانا. يا نفس مالي، يا نفس مالي، وللأموال أصرفها خلفي وأخرج من دنياي عريانا. إن سيدنا رسول الله قبل أن يلحق بالرفيق الأعلى سأل أم المؤمنين عائشة وقال: يا عائشة، كم عندي من المال؟ فقالت: 7 دنانير يا رسول الله. فقال الحبيب المصطفى: فصدقي بهن يا عائشة. 7 دنانير، وكان الدينار يومها يساوي 50 قرشا، 3.5 جنيهات في بيت رسول الله، في بيت رسول الله 3.5 جنيهات في بيت النبي. هذه هي القيادة الحقيقية، هذه هي الزعامة الصحيحة. 3.5 جنيهات في بيت سيدنا محمد. كل التركة التي تركها رسول الله 3.5 جنيهات، ومع ذلك قال لعائشة: تصدقي بهن يا عائشة. وبعد ذلك مرت به سكرات الموت، فلما افاق قليلا سال وقال لعائشة: هل تصدقت بالدنانير يا عائشة؟ فقالت: يا رسول الله، شغلي بمرضك انساني ان اتصدق بها. فبكى الحبيب المصطفى وقال: تصدقي بها، كيف يلقى محمد ربه وفي بيته 7 دنانير. لا اله الا الله، شيء عجيب، كيف القى محمد ربه وفي بيته 7 دنانير. 7 دنانير استعظمها على نفسه وخرج من الدنيا كفافا لا له ولا عليه. ان اول من صلى على رسول الله ربه، ثم جليساه جبريل وميكائيل، ثم اسرافيل وملك الموت، وبعد ذلك قال: ادخلوا علي جماعات وفرادى وصلوا علي. ودفن النبي، وبعدما وضع النبي في قبره بكت فاطمة وقالت لسيدنا بلال: يا بلال، كيف سولت لكم انفسكم ان تضعوا رسول الله في الارض؟ قال بلال: يا ريحانة رسول الله، والذي بعث اباك بالحق
لو استطعنا ان نضعه بين السماء والارض لفعلنا، ولكن ماذا نصنع وقد انزل الله على ابيك قرانا يقول فيه: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تاره اخرى. ونام النبي ونام الحبيب المصطفى. يا خير من دخلت في القاع اعظمه، فصاب من طيبهن القاع والاكم. نفسي تتوح لقبر انت ساكنه، فيه العطاف وفيه الفخر والكرم. ايها الاخوه الاعزاء، ان الامين جبريل هبط ذات يوم على رسول الله فقال له خمس كلمات. قال له: يا محمد، عش ما شئت فانك ميت، واعمل ما شئت فانك مجدي به، واحبب من شئت فانك مفارقه، واعلم بان شرف المؤمن قيام الليل، وعز المؤمن استغناؤه عن الناس. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يمر، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله، خاتم الانبياء والمرسلين. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله. هؤلاء هم الملائكة الكبار، لا يفرقون ولكنهم سيموتون. جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. بعد النفخة الأولى كل الخلائق تسمع، وبعد ذلك يقول الله لملك الموت: يا ملك الموت اقبض روح جبريل. فيقبض روح جبريل، يقول له: اقبض روح ميكائيل وإسرافيل. فيقبض روحيهما، ويبقى ملك الموت ويظن نفسه انه بمنجاة من الموت، فهو الذي يقبض الارواح. فمن الذي سيقبض روحه هو؟ وعندئذ يقول له الله: مت يا ملك الموت. وعندما يشعر ملك الموت بألم السكرات يقول لرب العزة: لو كنت أعلم أن الموت مرير هكذا ما قبضت روح أحد من خلفي. ويفنى العالم، يفنى العالم كله، ويبقى الواحد الديان وحده، هو الله، هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله، هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس. السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر. سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الاسماء الحسنى. مت يا ملك الموت،
ويموت ملك الموت وتبقى الدنيا هكذا فلان الى ان ينفخ اسرافيل بعد ان يحييه الله ينفخ النفخة الثانية فاذا هم قيام ينظرون والناس عند الخروج من المقابر صور ونماذج فمن الناس من يخرج من قبره والدخان يتخلل فمه وانفه ينادي المنادي هؤلاء اكلت اموال اليتامى ومن الناس من يخرج من قبره وبطنه اثقل من الجبال ينادي المنادي هؤلاء اكلت الربا ومن الناس من يخرج من قبره يخمش وجهه بأبصار من نحاس هؤلاء الذين يتكلمون في أعراض العباد ومن الناس من يخرج وقد وضع يده على رأسه ماسكا برجل آخر ويقول يا رب اسأله فيما قتلني القتيل يأخذ بيد القاتل ويقول يا رب اسأله فيما قتلني ومن الناس من يخرج يوم القيامة سكران وهذا هو الذي كان يدمن الخمر في الدنيا يموت سكران ويخرج من القبر سكران ويلقى الله وهو سكران ومن الناس من يخرج من المقابر ينادي بأعلى صوته لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هذا هو الذي خرج ليحج البيت الحرام او يعتمر فمات محرما اذا مات محرما بعث يوم القيامة ملبيا وعندئذ تشرق الارض بنور خالقها واول من تنشق الارض عنه يوم القيامة حبيب الله محمد حبيب الله صاحب المقام المحمود صاحب اللواء المعقود صاحب الحوض المورود صاحب الموقف المشهود عندما تنشق عنه الارض يوم القيامة يسأل قائلا كيف حال امتي هذا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته يتوجه الخلائق الى ادم يسألونه الشفاعة العظمى فيقول لست لها يتوجهون الى نوح يقول لست لها يتوجهون الى ابراهيم وموسى وعيسى فيقولون لسنا لها اذهبوا الى حبيب الله محمد فعندما يتوجهون الى الحبيب المصطفى يقول انا لها انا لها انا لها ويتوجه الحبيب الى عرش الرحمن جل جلاله ويخر ساجدا فينادي عليه مولانا يا محمد قل ما تشاء نسمع وارفع راسك واشفع تشفع يا محمد ارفع راسك وقل ما تشاء نسمع واشفع تشفع يقول يا رب انا لا اسالك فاطمه بنتي ولا اسالك نفسي انما اسالك امتي امتي هذا يوم كان مقداره 50,000 سنة فهل حسبنا لهذا اليوم حسابا
هل أعددنا الزاد كما أوصانا خليلنا وحبيبنا محمد؟ هل أعددنا الزاد كما قال جدي السفينة فإن البحر عميق؟ وأكثر من الزاد فإن السفر طويل، وأخلص العمل فإن الناقب بصير، وخفف الحمل فإن العقبة كرير. إن كنا أعددنا الزاد فأين هو؟ لا أرى إلا معاصي، لا أرى إلا بعدا عن الله، لا أرى إلا تفريطا في حق الله. والشيء الذي يسيل له الكبد مرارة انتشار جريمة الزنا، انتشرت بشكل يدعو إلى الأسى المريض. أسمعتم أن أما تحرض بنتيها على الزنا؟ أم تحرض فتاتيها على الزنا، فتمارسان الزنا، ويتعقب الضمير عند إحداهما فتنتحر. إن الرسول حذر من زمان تأكل الأم فيه من كف فرج بنتها، وقد حل هذا الزمان. أم تحرض بنتها على اقتراف جريمة الزنا. صورة أخرى، فتاة معلمة تعليما عاليا اقترفت جريمة الزنا، وسئلت لماذا؟ فقالت: إنني مخطوبة وخاطبي ليس معه خلو الشقة، فاقترفت هذه الجريمة 6 أيام ب600 جنيه، والخلو 800 جنيه، أي أنها كانت تتعاطى كل يوم 100 جنيه. وأخرى تسأل: لماذا تمارسين هذه الرذيلة؟ فتقول: لأقتل وقت الفراغ. الزنا جريمة من الجرائم التي يهتز لها عرش الرحمن غضبا. وقد حسبت أن هذا العمل قاصر على سكان الأحياء الراقية، ولكن منذ يومين 2 جاءني شاب يبكي بكاء مريرا من إحدى القرى، وسألته ما سر بكائه، فقال: إن أمي أنجبت 5 أنا واحد منهم، ولكنها تمارس الفاحشة مع جار لنا، ولما غضبت من تردده عليها قالت لي: إن لم تغادر البيت فلأضعن لك السم في الطعام. قم معها 5، وفي قرية من القرى في صميم الريح تمارس هذا العمل. وترك الشاب دراسته والتحق بأحد الأعمال ليأكل لقمة عيشه بعيدا عن هذه الأسرة. قلت له: وكيف موقف أبي؟ قال: إن أبي سلم لها الأمر بعدما عجز عن المقاومة. لا إله إلا الله. اسمعوا ما قالته السيدة عائشة للرسول المصطفى. قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحين؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم. قالت: متى؟ قال: إذا ظهر الخبث. الخبث هو الزنا.
أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم. متى؟ إذا ظهر الخبر. حثوا تعس نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. من يزني في بيت بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم. من يزني يزنى به ولو بجداره. إن كنت يا هذا لبيدا فافهم. إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفى من أهل بيتك فاعلمي. يا هاتك الكفر الرجال وقاطع السبل المردة عشت غير مكرم. لو كنت حرا من سلالة طاهر ما كنت أساسا لحرمة مسلم. أنال وفينا الصالحون؟ قال نعم. إذا ظهر الخلق. إن رجلا جاءني منذ أيام وقد أنجب 6 أولاد ودخل بيته ذات يوم فقال له ابنه الذي يبلغ 9 سنوات إن فلانا دخل مع أمي وأغلق الباب عليهما وطردني. وبعد أن تحرى الرجل وجد أن الجناية قد تم وقوعها. المرأة على استعداد أن تقوم بأي عمل مهما كان إلا عملا واحدا هو الجلوس في البيت. لا ترضى لا ترضى لا ترضاه أبدا. ومع ذلك اسمعوا هذه الشهادة التي أدى بها أستاذ ألماني البروفيسور لوتجيزي لينز كبير أساتذة العلوم الجنسية بجامعة برلين. سئل ما علاج الجنس؟ فقال بحثت في العلوم كلها فلم أجد أعظم من آية نزلت على محمد. علاج الجنس. قال لم اجد اعظم من آية نزلت على محمد وهي كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون. وكل المؤمنات يغضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. هذا هو العلاج. العلاج كما قالت فاطمة بنت رسول الله وقد سألها ما خير علاج للمرأة؟ قالت يا رسول الله ألا ترى الرجال وألا يراها الرجال. ألا ترى الرجال وألا يراها الرجال. فقال لها الحبيب الحق انك بنت محمد. الحق انك بنت محمد وانك من بيت النبوة يا فاطمة. يا فاطمة. لماذا قال الامام ابو حنيفة ان المرأة لو وقفت بين الرجال تغني كانت مرتكبة كبيرة من الكبائر لا تقل عن شرب الخمر. ولماذا اجمعت ائمة المسلمين ابو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل وغيرهم لماذا اجمعوا على ان المرأة لو وقفت تؤذن الاذان الشرعي فإن الله يلعنها من فوق 7 صباط. اسمعوا المرأة إذا وقفت تؤذن الله أكبر تؤذن الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إذا وقفت تؤذن فإن الله يغضب عليها غضبا شديدا لأنها رفعت صوتها. اتقوا الله اتقوا الله فقد كفى ما كان. اتقوا الله فقد طال بنا زمن العصيان. اتقوا الله فحالنا لا يرضى به الواحد الديان. اللهم اني اسألك واتوجه اليك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم وسع على عبادك المسلمين. اللهم اشف مرضانا اجمعين. ارحم موتانا، تول امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، بلغنا مما يرضيك امالنا. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاة. وفي الختام نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه على امل اللقاء بكم ان شاء الله تعالى في اصدارات القادمة لمؤسسة الرسالة للانتاج الاسلامي والتوزيع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.